استاذ ماجد قال هو ما شافش يعني الاعتداءات، قال ما سمعش حتى بالسوشيال ميديا. انا كنت نقول له حتى في باج الوداد اليوم يعني مقبل المباراه باج اوفيسيال شفنا يعني الموقف اللي خذاوه، ونتفكر احنا في تونس هنا لما نهائي 2018 جماهير الوداد لما جات لتونس فريق ترجي الرياضي التونسي كان استقبلهم حسن الاستقبال وهزوهم يعني لسوسه وتمت غادي تامينهم من سوسه جاوا لتونس هنا. التصوير اللي تحكي عليه في الصفحه الرسميه للوداد قبل سحبها هذه نتصور يعني شافها، وهذه اللي اجلت المباراه. والموقف تاع المدرب عادل رمزي قبل بثلاث ايام قال نفدي وثار هذاك اللي اجل المباراه، هو قال هذيك ما هي جماهير الوداد، ما لا جماهير من موريتانيا هذيك، ما هي جماهير الوداد هذيك فيهم شكون لابس مريول الوداد، فيهم شماريخ تاع الوداد، فيها يعني مواقف غير مشرفه بالكره الرياضيه بتاع نتاع المغرب اليوم. راهو شوف راهو اليوم الترجي صحيح اليوم نفهم انا رده فعل نتاع جماهير الوداد، لانه الترجي الرياضي التونسي اصبح يمثل عقده كرويه للوداد البيضاوي، لانه كي نرجع 2009 نهائي كاس العربيه فاز به الترجي، 2011 فاز به الترجي تشامبيونز ليغ، 2018 فاز به الترجي على الميدان ثم انسحبوا، ولما انسحبوا مشاو للتاس، حتى في التاس الترجي ربح. دونك نتفهم اليوم انه الاجواء ساخنه والاجواء يعني ماهيش تاع كرويه. خويا اليوم راهو جماهير الترجي الرياضي التونسي نحمد ربي اللي هذوكم في الحافله راهم ناس متثقفين وناس واعين وعباد كبار ونساء ولاد صغار، راهو الكره اليوم فئات والجماهير فئات، فما مثقف وثم العادي، وعندنا زاد احنا في تونس هنا جماهير زاد راهي ما نقولش ترد الفعل، اما نحمدوا ربي اللي ما كانوش هما في الحافله اليوم، ما كانش كانوا ينجموا معناها تصير كارثه اليوم في المغرب. فلذا انا نقول لك راه هذيك جماهير الوداد، نعم راه هذيك يعني جماهير تابع الدوله المغربيه اللي كانت عليها واجب التحفظ قبل المباراه، تعرف الاجواء سخونه وتعرف انه الوداد معناها مهبط الباج اوفيسيال نتاعو، كان ينجموا يامنوها امنيا. وصلت الفكره، حبيت تتفاعل معنا ماجد تفضل. ممكن نعلق عادل؟ لا كذلك، احنا خليناك باش تعلق وتتفاعل معنا. احنا الغايه اولا وقبل كل شيء، اول حاجه حمايه الجماهير هنا وهناك، اتخاذ الاجراءات المناسبه لردع كل من ارتكب تجاوز في حق هؤلاء المشجعين، وطبعا رأب الصدع حتى لا تتشنج الامور وحتى لا يكون هناك رد فعل ورد فعل معاكس. تفضل. هذا ما نتمناه، نحن نتفادى دائما هكذا اشياء. ربما إذا حدثت هذه الأشياء فعليا من خلال ربما ما جاء عبر بعض وسائل الإعلام، نحن دائما ضد العنف. في المغرب هناك إجراءات صارمة فيما يتعلق بأحداث الشغب، حدث ذلك مرارا تحديدا في السنوات الأخيرة بالنسبة لأي شغب تحديدا في البطولة المغربية، وكانت هناك قرارات صارمة. دعني أؤكد شيء واحد، بأنه لا بد إذا حدثت مثل هذه الأشياء ربما القانون سيكون الفيصل في هذا الجانب. نعم. وبإمكان الترجي أن يتحدث ربما لوسائل الإعلام من خلال الكاف حتى يتم البحث في هذه القضية، حتى نعرف أبعاد هذه القضية، ما الذي يحدث. علينا ألا نتبنى ربما بعض الأمور أو ربما ننساق بعض هذه الأشياء. نحن نأمل أن يخرج الحوار التونسي المغربي عبر الحوار التونسي كقناة وكإعلام، علينا أن نحتوي الموضوع بكل ما نمتلكه من جرأة إعلامية، بإبداء الرأي، بالحديث من العمق إذا كانت هناك أشياء يجب أن نتفاداها. لا نتحدث على أساس أنه لم يحدث شيء، ربما حدث ولكن بأي طريقة ومن فعل. سمعنا عن بعض الأشخاص الملثمين، هذا بقول ماجد للسلطات الأمنية المغربية في النهاية بقرار لإيقاف الجناة أو المعتدين. نعم طبعا طبعا، إذا لكل ذي حق حقه، إذا كانت هناك مطالبة بالنسبة للترجي عليه أن يلجأ للقانون حتى نكون واقعيين، والمغرب دولة ديمقراطية تؤمن بالحوار وبالحوار الآخر، والمغرب لا يقبل بأي حال من الأحوال بأن يكون هناك جمهور مغربي يصدر صورة سيئة. لا أعتقد بأنه الوداد من خلال المكاسب، عندما نتحدث عن حوار كرة القدم والأرقام عن الأفضلية لمن؟ هذا هو تاريخ وهذا سجال مفتوح ما بين الأندية، هناك صولات وجولات، ولكن ما نتمناه في حالة إذا ما تأهل الوداد سنصفق للوداد، وتأكد بأنه إذا تأهل الترجي سنكون سعداء بذلك بغض النظر عن النتيجة أو الطريقة، ولكن ما نتمناه أن يحلق عنوان التآزر والحب وأن تكون الروح الرياضية هي الحاضرة. إذا الحوار التونسي اليوم كقناة أعتقد ولدي القناعة في فلسفة عادل كمرجعية على مستوى الإعلام والكباتن وما يدركونه من حب وعشق للمغرب، لا نتحدث برسائل حب
تتذكرون ربما محمد البدراوي والذي احتفل في الترجي في الاسبيرونس ما بين 96-98، هذا الرجل عاش أحلى أيامه، حتى اللحظة تونس تسكنه، بمعنى بأنه في مدينة بني ملال هناك مقهى باسم الاسبيرونس، أليس في هذا رسائل حب لجمهور تونس؟ أبو شروان يتحدث اليوم عن أروع تجربة في حياته الكروية ويقول طبعا أحس بالاحتواء وبدعم الجمهور التونسي. إذن علينا أن نؤمن بأن تونس والمغرب في ظل هذا الحوار وهذه المحبة أكبر من الغرق في مستنقع أشياء بإمكاننا أن نتجاوزها. كل الشكر صديقنا العزيز ماجد الشجعي الإعلامي الكبير على هذه المداخلة، على كل الكلمات اللي قلتها في شأن تونس وفي شأن الجماهير التونسية. نتمنى دائما وأبدا أن تبقى العلاقات متميزة وأن تكون مثل هكذا أحداث سحاب الصيف عابرة، خاصة إذا ما توصل المعنيين بالأمر والساهرين على الأمور الأمنية لإيقاف الجنات، وطبعا حتى كل واحد يأخذ حقه، وحتى يقع تسليط العقوبات على كل من تجاوز في حق الرياضة المغاربية التونسية المغربية. مشكور جدا ماجد الشجعي.